طلابي الأعزاء بمقرر الأدب الحديث، أهلا وسهلا بكم في جولة سريعة حول كيفية إعداد مشروع التخرج أو بحث التخرج في مقرر الأدب الحديث. تعالوا نبدأ سريعا بالقواعد المنظمة اللي تفضلت بها إدارة الكلية من حيث المنظمة لإنتاج أو لإنجاز هذه الأبحاث المطلوبة. أول حاجة نتكلم عن نوع البحث. طبعا كل طالب مننا بيعمل بحث في مقرر، يعني في كل مقرر كل واحد فينا مطالب ان هو يعمل ايه، بحث مستقل. خلاص، بعد كده عدد الصفحات. ناس كتيرة كانت بتسأل احنا هنكتب قد ايه، كم صفحة بالظبط. فهنا البند بيقول انه عدد صفحات البحث بيتراوح من 7 إلى 20، يعني ما يقلش عن 7 وما يزيدش عن 20. طبعا زي ما انتم عارفين بنعمل زي كفر ليتر كده او غلاف، بنحط عليه شعار الجامعة والكلية واسم المقرر وكود المقرر. وكود المقرر بتاعنا اللي ما يعرفوش MC110، MC110. القسم العلمي طبعا، اسم الطالب طبعا رباعي، عربي او انجليش، يفضل طبعا عربي لان احنا في شعب عربي. وبعد كده بنعمل اي دي بتاعنا اللي هو موجود سواء كان في الكارد بتاعك او في او موجود في الاتندنس شيت، يعني اكيد كل واحد فينا عارف الاي دي بتاعه. وبعد كده بقى بنكتب ايه موضوع البحث. موضوع البحث ده بنكتبه في الاخر خالص بعد ما نخلص البحث بتاعه. طيب بننسق البحث ازاي بقى؟ اول حاجة بنخلي الخط اللي احنا بنكتب بيه تايمز نيو رومان، ده اللي هو ديفولت موجود في كل يعني كل الفيرجنز بتاعت مايكروسوفت هنلاقيه في اي وورد. الخط طبعا يكون مقاس 14، لكن العناوين بنخليها 16، والمسافه بين كل سطر والتاني اللي هي اللاين سبيس دي بتبقى سطر وسطر وربع. خلاص، يعني مش سطرين ولا سطر ونص ولا سطر، يبقى سطر وربع. واضحه جدا وسهله جدا، واحنا بننسقها من الوورد دلوقتي، ممكن اوريها لكم حالا. بعد كده لازم يكون عندنا مراجع البحث المقبول، البحث الكويس اللي لازم يكون فيه مراجع. ليه؟ لان احنا الكلام اللي هنكتبه في البحث ده مش كله بتاعنا، يعني احنا مش مؤلفينه، اكيد احنا استندنا فيه على معلومات جايبينها من اماكن تانية. الاماكن التانية دي ممكن تكون مواقع الانترنت، ممكن تكون أبحاث منشورة، ممكن تكون كتب موجودة، خلاص، موسوعات، أي حاجة زي كده. يبقى أي حاجة أنا باخدها من غيري لازم على طول هنا حاجة من الاتنين، يا إما أنا باخدها بنصها زي ما هي literally حرفيا، يعني مثلا أقول ويعرف مثلا لويس عوض الأدب بأنه إيه، وجيب انا بقى تعريف ده اللي هو جابه لويس عوض. التعريف ده مش تعريف، يعني ده تعريف لويس عوض، يبقى افتح قوسين واحط التعريف اللي هو قاله بين القوسين دول، مش قوسين يعني، لا اللي هو الكوتيشن مارك اللي هم علامتين التنصيص الصغيرين دول، وانتوا درستوا معايا علامات ترقيم وده وقلناها قبل كده. بنفتح كده كوتيشن مارك علامتين تنصيص ونحط فيهم وسطهم كلام ايه، الكلام اللي احنا ناقلينه. خلاص، وبعد كده نيجي في جنبها في الاخر، في اخرها يعني كده، في اخر الكوتيشن مارك دي او في اخر المعلومه اللي نقلتها، وبحط بقى فوت نوت يعني حاشيه سفليه. دي ممكن تبقى نجمه، ممكن تبقى واحد اتنين تلاته على حسب بقى ترتيبها موجوده في الصفحه ازاي. وبعد كده بقول انظر مثلا لويس عوض كتاب كذا صفحه كذا، ده اسمه التوثيق المباشر. خلاص، لكن لو انا مثلا قريت صفحه او صفحتين في كتاب معين واستفدت منهم معلومه معينه، يعني استفدت منهم راي معين، او حبيت الخصهم الكلمتين دول اللي انا او الصفحه ونص الصفحتين اللي قريتهم دول وحبيت الخصهم، هنا بقى الفكره مش بتاعتي، خلاص، بتاعت اللي انا لخصت منه ده، لكن الاسلوب اسلوبي. هنا في الحاله دي اعمل ايه؟ ما احطش كوتيشن مارك، لكن احط ايه بقى، لكن لازم احط التوثيق، يعني اقول وهذا ما يؤكده او يوضحه او يقرره او يبينه
مثلا فلان الفلاني في كتابه كذا صفحة كذا من أن، وأروح كاتب إيه الكلام اللي أنا عايز، اللي أنا فهمته ده أو اللي أنا بلخصه أو اللي أنا عبرت عنه بأسلوب. لكن لازم في هذه الحالة برضو إن أنا إيه أحط citation. يعني إيه citation؟ يعني أحط علامة الاقتباس، يعني أفتح قوسين أو أحط رقم واحد مثلا كده وأنزل في الفوت نوت تحت في الهامش وأكتب إن الكلام ده أنا جبته منين، فأقول أنظر فلان الفلاني كتاب كذا طبعة كذا صفحة كذا. خلاص، ده الفرق ما بين التوثيق المباشر والتوثيق غير المباشر. التوثيق المباشر إذن إن أنا باخد المعلومة as it is نصا، يبقى الفكرة بنصها، وفي الحالة دي أنا لازم أحطها ما بين two quotation marks اللي هي علامتين تنصيص، وبعد كده لازم أحط التوثيق. التوثيق ده ممكن احطه في المتن فوق، يعني في الفقره اللي انا بكتب فيها بعد الاقتباس على طول، او ان انا احطه في الايه في الهامش تحت في الايه في الحاشيه السفليه اللي بيسموها فوت نوت، موجوده في الوورد وسهله جدا بنعملها. طيب هوريكم نموذج دلوقتي حالا ممكن نعمله سوا. كمان تاني التوثيق بقى اللي هو الغير المباشر، ان انا قريت حاجة فهمتها حبيت ألخصها بس بأسلوبي، يبقى الفكرة مش فكرتي لكن الأسلوب أسلوبي. نعمل إيه في الحالة دي؟ نكتب الكلام عادي جدا 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 اللي أنا فهمته ده أهو، وبعد كده أحط فوت نوت، يعني واحد أو اتنين أو زي ما تكون موجودة يعني، وبعد كده أنزل تحت أقول أنظر فلان الفلاني صفحة كذا سنة كذا. ده اسمه التوثيق غير مباشر او الاقتباس غير المباشر، ان انا اخدت كلام مش كلامي لكن انا لخصته باسلوبي، او ان انا عرضته زي ما انا بفهمته، او ان انا قدمته زي ما فهمته. خلاص كده هنحاول نعمل نموذج دلوقتي بحيث يكون ايه الامر سهل عليكم. طبعا احنا بنرفع الملفات بتاعتنا بي دي اف بعد نرفعه على الاي ليرنينج. لازم يا جماعه كل واحد يتاكد انه رفع فايل، عمل ابلود للفايل بتاعه او للاسايمنت بتاعته او البحث بتاعه على الاي ليرنينج. خلاص، ما يبعتوش للاستاذ مثلا على الواتساب او يبعته على ايميل او حاجه ويكتفي بكده. لازم الايه بقى الموضوع ان احنا نرفعه على الاي ليرنينج. اهو بيقول اهو طريقه تقديم البحث، احنا بنقدمه في المواعيد المحدده، طبعا هو المفروض 30/5 ده الديدلاين. بنرفعه على الموقع الاي ليرنينج او الموقع الالكتروني للجامعه، مع حرص الطالب على إثبات وقت وتاريخ إرسال البحث. تبقى عارف إن أنت يعني اعمل سكرين شوت أو اعمل أي حاجة إن أنت بعت ده إمتى، خلاص كده، بحيث إن إحنا نبقى متأكدين إن كل واحد بعت شغله في الوقت الفلاني. كيفية رفع الطالب بقى، طبعا دي سهلة وأنتوا اتدربتوا عليها كتير معانا في الفترة اللي فاتت. بنختار بقى الموديول بتاعنا أو الكورس المقرر الدراسي، وبعدين نختار assignment، وبعد كده add submission، وبعد كده بقى بنعمل upload file، وبنختار الفايل منين. سهلة جدا، مفيهاش أي مشكلة. وبعد كده بنسيب التشينجز من تحت خالص بقى كده، وبعد كده بقى إيه كده نجاح رفع الملف. دي لازم تبقى إيه يعني تكون ظاهرة معانا، اللي هي الستاتس بتاعتي دي سبمشن ستاتس، لازم اكون متاكد ان الفايل بتاعي اترفع وكل حاجه. طبعا نفس الكلام موجود للزملاء ده هو باللغه الانجليزيه، هو نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه دلوقتي. خلاص، تعالوا بقى كده نروح سريعا للموديول بتاعنا بقى، احنا عايزين منه ايه. لو رحنا على الويب سايت هنلاقي الفايل ده اللي انتوا عملتوا له داونلود امبارح وشفتوه. احنا عندنا موضوعين. الموضوع الاول اهو اكتب ورقة بحثية. ورقة بحثية يعني بحث مصغر، يعني كده زي ما قلنا من 7 إلى 20 صفحة، حول القضية الأساسية ايه؟ تأثر الأدب العربي بالأدب الغربي. احنا شرحنا كتير ساعة ما كنا في الجامعة وبعد كده في كل المحاضرات بتاعتنا اللي انا رفعتها لكم، انه في بعض المدارس العربية في الأدب العربي، يعني زي مدرسة مثلا زي مدرسة مثلا شعر التفعيلة، مدرسة المهجر، مدرسة الديوان، كل ده المدارس دي تأثرت بالأدب الغربي. طيب تأثرت بيه من حيث إيه؟ تأثرت بيه من حيث عوامل النشأة،
يعني لما جت المدارس العربية دي، مدارس الأدبية في الأدب العربي تنشأ، كانت متأثرة بالآداب الغربية دي أو بالحياة في الغرب بشكل عام. وكمان تاني تأثرت من حيث الخصائص الفنية، يعني اتسمت بمميزات أو بخصائص فنية لم تكن معروفة في العالم العربي، وإنما استعارتها أو جابتها أو قلدتها أو تأثرت بيها من الأدب الغربي. كمان تاني حتى الموضوعات نفسها الشعرية اللي كانوا بيتكلموا عنها، زي مثلا الطبيعة الواقعية، الحاجات دي كلها، كل دي موضوعات تأثر بيها الأدب، مدارس العربية، المدارس العربية يعني في الأدب العربي والمدارس الأجنبية. هنكتب احنا مقال حول الموضوع ده. طيب مقال زي ده رقم واحد أكتبه إزاي؟ رقم اتنين إيه المراجع اللي أنا ممكن أعملها؟ المقال زي ده لازم طبعا لو شفت مرجع مثلا زي كده أهو، ده اسمه الأدب ومذاهبه لمين؟ الأدب الدكتور محمد مندور. الأدب ومذاهبه للدكتور محمد مندور. لو بحثت عنه على الإنترنت هلاقيه موجود، أقدر أعمله داونلود وهننزل كده على طول أهو. دكتور محمد مندور، دار النهضة طبعا أو نهضة مصر، أدي المقدمة بيقول لي أهو: لا شك أن الأدب العربي الحديث قد تأثر بالآداب الغربية تأثرا يفوق تأثره بالآداب العربية القديمة. جميل جدا. معنى كده انه خلال المقدمة دي وخلال الكتاب كله بيتكلم عن قضية الايه، التأثير والتأثر دي. يبقى انا اقعد اقرا في الحاجات دي وابدأ احط خطوط واطلع ايه الحاجات او ايه المظاهر التي تأثر فيها الادب العربي بالادب الايه، بالادب الغربي، سواء كان من حيث النشأة، يعني ايه اللي حصل فأدى الى نشأة هذه المدارس العربية، ازاي المدارس العربية دي بتقلد عفوا او بتتأثر بي او تتشابه مع المدارس الغربية في السمات الفنية دي، او ازاي المدارس العربية دي في الادب العربي بتعبر عن نفس القضايا اللي بيعبر عنها الاداب الغربية او المدارس الغربية دي. خلاص، جميل جدا، وده كتاب في منتهى الروعة، هنقدر ناخد بقى منه ونوثق. يعني دلوقتي لما أقول مثلا كده كما يقول الدكتور محمد مندور في كتابه الأدب ومذاهبه، أفتح قوسين بقى كده وأقول أن الأدب العربي الحديث قد تأثر بالآداب الغربية تأثرا يفوق تأثره بالآداب القديمة. خلاص، وذلك منذ أن أخذ العرب يتصلون بالعالم الغربي. جميل جدا. افرض ان السطرين دول عجبوني وحبيت اخدهم في البحث بتاعي، يبقى اجي هنا بقى كده واعمل كوتيشن مارك وهنا كوتيشن مارك واخدهم بنصهم. طالما خدت الكلام ده كده، كل ده السطرين دول كده ونص دول بنصهم انا ما تدخلتش فيهم، يبقى في الحالة دي لازم على طول اعمل حاجة اسمها فوت نوت، وانزل تحت واروح عامل ايه بقى، واعمل حاشية سفلية. خلاص، لو احنا رحنا كده مثلا اهو، ده طبعا لو احنا شايفين ده كده الحاشية السفلية، طبعا هي مش هتبقى ظاهرة عندي هنا لانه يعني السكرين ريكوردر هنا يعني جايب الفايل بس، لكن احنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من ريفرنسز، من فوق خالص من ريفرنسز، نبقى واقفين واقول له انسيرت فوت نوت، انسيرت فوت نوت، اهي اعمل كليك كده يروح نازل على طول تحت فاتح لي صفحه سطر هنا كده، واكتب بقى فيه اللي انا عايزه تحت زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. خلاص، يبقى ادي واحد اهي انا عايز يقول لي ان الكلام ده مثلا مش بتاعي، ولذلك احنا حطينا فوت نوت ونزلنا تحت وقلنا ايه ده لمين. خلاص، خلينا نرجع بقى كده للبي دي اف تاني واحنا بنتكلم اهو. ده كتاب للدكتور زي ما قلت محمد مندور. لو رجعنا في الاخر خالص هنلاقي ادي هنلاقي اهو اه هنلاقي بقى ايه الفهرست بقى. بص بقى، التجارب الشخصية والتجارب الأسطورية والتجارب الاجتماعية، كل دي قضايا الأدب العربي تأثر فيها بالأدب الإيه؟ الغربي.
كمان تاني فنون الأدب، نشأت مذاهب الأدب خلاص في الغرب. لما نشأت مذاهب الأدب في الغرب دي ونشأت برضو في العالم العربي، تأثرت بالإيه بقى؟ يعني مثلا الكلاسيكية لما نشأت في العالم العربي تأثرت بالكلاسيكية الأوروبية. كمان تاني الرومانسية لما تأثرت في العالم، نشأت في العالم العربي تأثرت بالإيه؟ بعوامل النشأة في الغرب. الواقعية نفس الكلام. كمان تاني التعبير بقى عن الإيه بقى؟ استخدام الرمز مثلا، كل دي مثلا ممكن تبقى تخش معانا في المظاهر او في الخصائص. خلاص كده بعد كده نبدأ ماشيين على طول، هنلاقي بقى موضوعات جميلة جدا في هذا الكتاب. خلاص ده مصدر. لو انا رحت جوجل بقى كده وكتبت كده مثلا تأثر الادب العربي بالادب الغربي مثلا، هلاقي حاجات كتيرة جدا. بص بقى، اثر الادب العربي في الاداب الاوروبية، دي نقطة جميلة. نقطة جميلة. ممكن احنا بقى ايه يعني نعملها في المقدمة، واحنا بنكتب المقدمة بتاعتنا كده نقول انه والله يعني كما تأثر الأدب العربي بالأدب الغربي، تأثر أيضا الأدب الغربي بالأدب العربي في كذا وكذا وكذا. نشوفه كمان تاني. هنا عندي مقالة هي جميلة جدا، محاولة للفهم الصحيح تأثر الأدب الغربي بالأدب العربي، يعني العكس برضو كله، أو تأثر الأدب تأثير الأدب العربي على الغرب. دي أكتر حاجة أهي، تأثر الأدب العربي بالأدب الغربي. خلاص نروح كده، لو فتحنا هنلاقي على طول هنا بقى إيه، إيه العوامل والكلام ده كله. كمان تاني فين؟ اهو مثلا كده ظاهرة التأثير والتأثر مثلا في الأدب العربي. خلاص مثلا بعض حاجات كده ممكن هنا نشوف، لو احنا رحنا مثلا دار المنظومة نلاقي فيها كتب كتير، ودار المنظومة طبعا دي محرك بحث موجود فيه في بنك المعرفة. لو بحثنا فيها هنلاقي فيه موضوعات كتيرة جدا عن الموضوع ده. خلاص كده تعالى نشوف كده تأثر الأدب العربي في الأدب الغربي مثلا، نعمل كليك كده ندخل. ده ممكن يكون عندي بحث، أو ممكن يكون ممكن يكون بحث، وممكن يكون ويب سايت. حتى لو ويب سايت آخد منه وأوثق وبعد كده أحط اللينك وأكتب الأكسس دي، يعني تاريخ دخول الموقع، يعني أنا دخلت الموقع ده إمتى، لازم أحط التاريخ اللي أنا خدت المعلومة فيه. أهو نشوف كده، أهو بيقول أهو تساؤلات كثيرة تأثر الأدب العربي بالأدب الغربي في منتدى نزك الملائكة. طبعا ده منتدى لكن ناقشوا فيه القضية دي، يعني تساؤلات كثيرة حول الأدب العربي وما له من تأثير على الأدب الأخرى والأخص الأوروبية، وما إذا كان الأدب العربي قد وصل للعالمية ولامس أفق الاحتراف. طبعا بدأ يتكلم هنا بقى عن حاجات زي كده ممكن احنا نقدر نستفيد منها زي ما احنا شايفين. خلاص ده اذا ايه الموضوع الاول اللي هو ازاي الادب العربي تأثر بالادب الغربي، او ممكن يعني نعمل في المقرر بتاعنا بقى اللي احنا شفناه، هنلاقي برضو في كل محاضرة احنا كنا بنتكلم عن، في كل محاضرة كنا بنتكلم عن عملية التأثير والتأثر، وبالذات في عوامل النشأة دايما كنا بنقول الكلام ده، أو حتى في الخصائص. خلاص لكن في جزئية احنا عاملينها هنا هي مستقلة أهي، تعالوا نشوفها كده أهو، في كتاب اسمه ده ال
اهي رقم 9 دي انا ممكن ابعتها لكم ان شاء الله اهي، ولا حاجه برضو. المذاهب الادبيه الغربيه الكبرى واثرها في الادب العربي، جميل جدا 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 اهو. نفس الكلام، بصوا التوثيق عامل ازاي، ورد في كتاب في الادب والنقد للدكتور محمد مندوسه 1970، وفتحنا قوسين اهو وقلنا ايه بقى، وقلنا الكلام كله بتاع الايه الراجل زي ما احنا شايفين. خلاص، يبقى لما اخد كلام حد يبقى لازم احطه ما بين قوسين. فما اهم المذاهب؟ بدانا بقى اتكلمنا عن المذهب الكلاسيكي، وازاي انه نشات الكلاسيكيه في اوروبا بعد حركه البعث العلمي، خلاص، التي ظهرت في القرن ال15. وبعد كده ظهرت الكلاسيكيه تلبيه لظروف فكريه عاشها الادب الاوروبي. وقعدنا نتكلم عن الكلاسيكيه، ماشي 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 ماشي. وبعد كده بنقول بقى من اهم خصائصها ايه، الاعتماد على القديم، تعظيم العقل، الحرص على وجود الصياغه اللغويه، الكلام ده كله. لما نيجي نبص بقى هنلاقي في اثر بقى، اثر الكلاسيكيه هو في الادب العربي. نقول بقى كده على طول ان تاثير المذهب الكلاسيكي في الادب العربي محدود، حيث اقتصر على الشعر المسرحي بس، زي مسرحيه ايه مثلا، مسرحيه البخيل مثلا، والثري النبيل، وبعض المسرحيات اللي هي ترجمت من الادب الفرنسي زي كده. كمان تاني هنا ظهر هذا التاثير البسيط بصفه جليه في مسرحيات احمد شوقي الذي اتصل بالادب الفرنسي. اشوف عامل التاثير عامل ازاي واضح، واحتك بمسرحه عند ذهابه الى فرنسا، ونلمح هذا التاثير في مسرحياتي طبعا، مسرح كليوباترا زي كده. خلاص، وبعد كده بقى نشوف هنا بقى بنقول الا ان تاثير الكلاسيكيه في الادب العربي بقي محدودا ولم يقع رواجا كبيرا لاسباب. ايه اسبابها؟ اعتماد المذهب الكلاسيكي الغربي على الادب الموضوعي، بينما نجد الادب العربي ادب عام. مثلا المذهب الكلاسيكي وثيق الاتصال بالمسرح، سواء اليوناني او الروماني القديم او الاوروبي، وليس للعرب مسرح في عصورهم القديمه. خلاص، وحين اتصل بعض ادبائهم بالمسرح الغربي زي شوقي حديثا كان ذلك التأثير محدودا زي كده. خلاص، وبعد كده أبدأ في المذهب الايه الرومانسي. خلاص، وبعد ما نخلص المذهب الرومانسي بنفس الطريقة هنتكلم اهو برضه عن خصائص الرومانسية، وازاي أثرت الرومانسية على الأدب العربي، ودي عوامل ظهور الرومانسية في الأدب العربي، التأثر بالثقافة الغربية، ومعاناة الجيل العربي ما بين الحربين العالميتين، والرغبة في التجديد، وبعد كده مظاهر الرومانسية في الأدب العربي وزي كده. خلاص، اللي بيبقى عايز المقالة دي كده أنا ممكن أبعتها لكم إن شاء الله، يعني ممكن نستفيد منها، واللي يدور على الإنترنت هيلاقي زيها وهيلاقيها وهيلاقي حاجات كتيرة جدا جدا. خلاص، ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للبحث الأول. البحث التاني بقى عبارة عن إيه بقى؟ البحث التاني موضوع ظريف جدا، احنا بنختار قصة قصيرة شورت ستوري أو عمل روائي، يعني رواية، وهنعمل لها قراءة فنية. طب القراءة الفنية دي ازاي؟ القراءة الفنية إن احنا بنكتب كده زي مقدمة، أو يعني عنصر أساسي في الأول كده، إن احنا بنقول والله رواية كذا كذا دي من تأليف فلان الفلاني، نشرت سنة كذا، وأقول إذا كانت تم تمثيلها فيلم ولا لأ، يعني أقول مين الكاتب، واتنشرت إمتى، ومكان النشر اتنشرت فين يعني، وإذا كان ليها طبعة أو حاجة أقول طبعة إيه، يعني الدار اللي طبعتها، دار النشر، وهل تم تصويرها فيلما ولا لأ. معظم الروايات طبعا بيتصور أفلام سينمائية، يعني مثلا زي قنديل أم هاشم مثلا، ده بيتصور فيلم زي كده مثلا. واقول امتى بقى اتصور الفيلم ده، هو اقول مثلا في الستينيات، في السبعينيات، في الثمانينيات، في 2000، في زي كده. خلاص، دي اول حاجه تبقى كده زي باراجراف او زي صفحه في الاول كده، او نص صفحه يعني كده، بكتب فيها معلومات عامه بيبليوغرافيه يعني عن الروايه دي. الروايه دي مين اللي الفها، والفها سنه كام، واتنشرت امتى، ومين اللي طبعها، يعني ايه دار النشر طبعتها، وهل اتصورت فيلم ولا لا. خلاص، جميلة جدا. ده عنصر. العنصر التاني بنتكلم فيه عن الفكرة الأساسية بقى، هو الرواية دي مهمة ليه؟ نقول والله لأنها بتعالج مثلا فكرة مثلا
الكفاح مثلا، او مراعاة الضمير مثلا في العمل، مش عارف ايه زي كده. ايه القيمة يعني، ايه القيمة او ايه الرسالة اللي بتحاول الرواية دي تعالجها او تطرحها او تصححها الى اخره، ايه الفكرة الاساسية اللي فيها. خلاص. وبعد كده بقى في العنصر الثالث بنكتب ملخص للقصة دي او الرواية دي، ملخصة. يعني ايه ملخص؟ ملخص ان انا بلخص الاحداث كلها. طبعا مش معقول هنكتب الرواية كلها، ولكن لما نقرا الرواية او القصة نقدر احنا ايه بنعبر باسلوبنا عن اهم الاحداث اللي حصلت فيها، او تدور احداث الرواية حول رجل مثلا له ثلاثة ابناء، الابن الاكبر يعمل مش عارف ايه والثاني ايه، ثم يدور صراع بينهم حول مثلا الميراث او حول كذا، فيلتقي كذا بكذا، يسافر فلان ويتلقى تعليما في الخارج ومش عارف ايه، ثم يعود بافكار جديده يحاول ان يغير في الواقع، الا انه يصطدم بالعادات والتقاليد فمش عارف ايه، يلتقي بفلانه تنشا بينهما قصه حب مش عارف ايه، الكلام ده لحد ما نصل الى النهايه. خلاص. يعني ايه ده؟ زي شورت ستوري كده، او نقدر نقول ملخص سريع لكل الايه الاحداث اللي مرت فيها القصه دي. جميل جدا. طيب وبعد كده بقى بنتكلم عن ابرز الشخصيات، نقول كده هون ابرز الشخصيات التي وردت في الروايه. طب مين ابرز الشخصيات؟ نتكلم مثلا يعني دلوقتي اللي بيتفرج مثلا على مسلسل مثلا الفتوة مثلا، او مسلسل البرنس كقصه يعني ولا حاجه، نقدر نقول ايه اهم الشخصيات، او الاهم الشخصيه مثلا شخصيه البطوله، وهي شخصيه البطوله مثلا، او اقول مثلا اهم الشخصيات واحد مثلا شخصيه حسن احمد الجمال وهو البطل. خلاص. واوصف وصف سريع كده، وهو شاب مثلا فقد اباه في سن الصغر ويتطلع الى الفتوه مثلا، ويحظى بمحبه الناس والكلام ده كله، ونصرة الغلابة والكلام ده. بعد كده مثلا أجيب أقول مثلا شخصية ليل، وهي الفتاة ابنة الفتوة التي يحبها حسن أحمد الجمال، وتنشأ بينهما قصة حب لكنها غير مكتملة نظرا للصراع بين حبيبها البطل وبين أبيها وأخيها من ناحية أخرى. وبعد كده شخصية مثلا عزمي، وهو يعتبر يمثل مثلا هنا الجانب الآخر من الصراع، أو الجانب الآخر من الصراع، دور الشر يعني. وهو شاب يتطلع إلى الفتوة، وينشأ بينه وبين مثلا البطل صراع على مثلا نقدر نقول على منصب الفتوة او على الكلام ده زي كده. ده الكلام اللي احنا بنقوله على الشخصيات، زي ما شرحنا بالظبط قبل كده في المحاضرة الأخيرة واللي قبلها، كنا بنقول الشخصية دي عبارة عن ايه. الشخصية دي بنوصفها خارجيا ويعني من حيث الشكل ومن حيث الدور، بنقول ده اذا كان بيلعب دور البطولة يعني في اتجاه الخير، او يلعب دور البطولة في اتجاه الشر وبيعمل صراع، او هي شخصية أساسية ولا شخصية هامشية. خلاص كده. ده بالنسبة للشخصيات. هل احنا بنرصد كل الشخصيات؟ لا، ولكن بنرصد أهم الشخصيات، لأن لو رصدنا خمس ست شخصيات يبقى كده في منتهى الجمال. طيب بعد كده في بعض الروايات بقى أو القصص لازم بيدور حول يعني بيدور في زمان معين وفي مكان معين. لازم أنا هنا أتكلم عن المكان والزمان. خلاص. يعني اسم دي اللي بيسموها الدلالة الفنية للزمان والمكان. يعني مثلا نقول تدور أحداث الرواية في السبعينيات أو في الستينيات أو في الثلاثينيات أو كده. خلاص. ليه؟ لأن الفترة دي كانت تتميز بهذا الشكل أو بهذا الوضع الاجتماعي يعني. يعني مثلا أقول مثلا إنه كانت في الثلاثينيات مثلا في إحدى حارات مصر القديمة في الجمالية مثلا، يبقى ده اسمه المكان. يبقى لما احنا
ذكرنا هنا المكان خلاص قدر كده المتلقي يفهم انه طبيعة الناس هنا ايه، ظروف المكان هنا ايه، ناس عايشة في حارة تربطها عادات وتقاليد، في فتوة، في حرف ومهن، في مولد، في كذا، الحاجات دي كلها. كمان تاني بقى الزمان زي ما قلنا الزمان اللي هو بيبقى العصر اللي بتعكسه الرواية، هل بتتكلم عن عصر مثلا حاضر ولا عصر الماضي في فترة الستينيات سبعينيات ثلاثينيات، وما تتحلى به أو تتميز به هذه الفترة من عادات معينة تقاليد معينة، الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا جدا. هل بقى في مكان واحد يعني دارت الأحداث كلها في مكان واحد ولا في أماكن مختلفة؟ يعني هل انتقل الصراع من مكان لمكان؟ يعني مثلا اللي فاكر فيكم مثلا مسلسل ذئاب الجبل، ذئاب الجبل ده أحداثه أصلا دارت في الصعيد، في صعيد مصر خلاص كده، اللي هي في قرية أو في مركز هوارة، ده مكان. لكن انتقل بعد كده الصراع أو الأحداث انتقلت إلى إيه؟ انتقلت إلى القاهرة لما مثلا البطل سافر إلى هربا طبعا إلى القاهرة وبدأ حياة جديدة. يبقى هنا بقى دلوقتي إحنا بنعكس إيه بقى؟ بنعكس حياتين، حياة زي ما بنقول حياة يعني ريفية صعيدية، وحياة كمان تاني إيه؟ حضرية أو مدنية. العقدة والحل طبعا بنتكلم امتى حصلت المشكلة؟ العقدة والحل دي يعني المشكلة، ذروة الأحداث حصلت فين؟ حصلت والله لما ده افتروا مثلا على أخوه، زي مثلا في مسلسل البرنس لما أقول لك ده افتروا على أخوه ولفقوا له مثلا قضية وشهدوا ضده ودخلوه مثلا للسجن وقتلوا له مراته وابنه ومش عارف كذا كذا كذا، هنا بلغت الأحداث هنا الذروة. يبقى هو دي العقدة بقى، اسمها بيسموها العقدة أو عقدة الأحداث أو الحبكة أو المشكلة اللي عايزة بقى حل. تتحل إزاي بقى؟ أكيد في نهاية الرواية وصلنا إلى حل لهذه المشكلة. حصل إيه؟ هل خرج مثلا من السجن وهو انتقم لنفسه، ولا صالح إخواته، ولا هم حصل لهم حد فيهم مات في حادثة، ولا ربنا انتقم من حد فيهم كذا، ولا فيهم عرف الصح والغلط، الحاجات دي كلها أكيد الرواية جاية إحنا إيه بنرصدها وبنرصدها. الحوار بقى، الحوار طبعا ممكن يكون، هل الحوار والاسلوب اللي هو هل حوار قصير سريع ولا في حوار مط، يعني في كلام كتير بيتقال على لسان الشخصيه الواحده، الاسلوب اللغوي هل اسلوب عامي ولا فصيح ولا عاميه المثقفين، يعني بين كده خلاص. يبقى دي ده اسمه التحليل الروائي. لو احنا دورنا على تحليل بعض الروايات زي تحليل رواية نجيب محفوظ اللي أنا بعتها لكم في المحاضرة الأخيرة هتلاقوها، برضو ممكن نعمل زيها كده، أو إن إحنا نشوف نبحث على الإنترنت هنلاقي حاجات كتيرة روايات محللة نقدر نعمل زيها عادي جدا نقلدها، مفيش أي مشكلة. أي معلومة بناخدها بقى، يعني مثلا دلوقتي حد يسأل يقول لك طب أنا أجيب الرواية منين؟ سهل جدا، لو إحنا دخلنا ممكن حد فيكم يبقى عنده رواية عادي جدا في البيت او درسها قبل كده او يقدر يجيبها على الانترنت، فدخلنا فيه هنا دي مكتبة كده اسمها مكتبة هنداوي، لو دخلنا تحت كده هنلاقي فيه روايات اهي، شايفين ده فيه روايات وفيه قصص وحاجات جميلة جدا. لو انا عملت كليك على روايات اهو كده روايات، بص بقى بيجيب لي هنا عدد كبير جدا، هتصفح انا الروايات دي بقى، ادي مثلا رواية شجرة الدر دي قصة تاريخية، غصن البان مثلا في رياض الجنان ولا مش عارف ايه دي قصة مترجمة، بعد كده خائنة الأعين ثروت أباظة، دموع البلياتشو عبد الله غفار مكاوي، امرأتان في المرآة لنوال السعداوي. طبعا أي حاجة من دول أعمل جاست كليك عليها على طول توديني للرواية مباشرة هنا، وأقدر أخد منها حاجات وأقدر أخد منها اقتباسات. الغائب نوال السعداوي برضو كمان تاني، دي طبعا رواية تاريخية، المهلهل سيد ربيع، زينة، أرخص ليالي ليوسف إدريس، العالم الطريف دي مترجمة. وبعد كده نروح كمان تاني هنا نلاقي أهو زي ما احنا شايفين كده سر الاعتراف ألكسندر، كمان تاني
أقتلها يوسف إدريس العمال الصالحون الحصان الأخضر يموت. دي إذن مؤسسة هنداوي أو كده أقدر أدخلها زي ما احنا شايفين أهو، هنلاقي موضوعات كتيرة جدا جدا جدا، من ضمنها تحت خالص هنا كده الروايات، حوالي 205 رواية. أختار أي رواية وأبدأ أتكلم عنها وأبحث عن الرواية دي بقى، يعني احنا نشتغل برضو بشيء من الذكاء والإبداع. آخد الرواية دي لوحدها وأقول مثلا تحرير رواية سر الاعتراف مثلا لإكساندر ديماستا، أو أبدأ أقرأ عنها حاجات وأشوف مين حللها وآخد منه اقتباسات والكلام ده كله. خلاص، مهم جدا جدا إن احنا زي ما قلت كده نقرأ الرواية كويس، نعرف أحداثها، نعبر عنها بنفسنا، وبعد كده نيجي في الآخر خالص بقى أي مرجع احنا رجعنا له نحطه في ايه؟ نحطه في الاخر. يعني مثلا زي هنا كده عندنا، لو احنا رحنا هنا بص كده المراجع اهو، نعمل زي كده الادب الانجليزي مثلا الحديث سلامة موسى، الادب الانجليزي مثلا كذا، الادب ومذاهبه دكتور محمد منصور نهضة مصر، في الادب الحديث دكتور عمر الدسوقي ده برضه جميل، من قضايا الادب الحديث في مصر الدكتور محمد ابو الانوار، موجز الادب الحديث في مصر احمد هيكل، زي كده اكتب المراجع بالمنظر ده، احط مرجعين او ثلاثه، وزي ما احنا شايفين لو انا جايبه من على الانترنت او مقال على الانترنت ولا حاجه ناخدها زي ما هي كده ونحط اللينك بتاعها زي كده. خلاص، اتمنى ان يكون كده احنا عملنا جوله سريعه، احنا نفكر كويس جدا اختار انهي عنوان من دول. لو انا اخترت تاثر الادب العربي بالادب الغربي يبقى دي مقالة هنكتبها من حوالي 27 صفحة، يعني مينيموم وماكسيموم. خلاص كده، ده هيبقى كله بحث نظري وفي اقتباسات وفي استشهادات برضو بأشعار وحاجات زي كده. رقم اتنين، ان انا ممكن اختار رواية او قصة قصيرة ونتكلم زي ما قلت عن ايه بقى، عن معلومات النشر بتاعتها. رقم اتنين، الرسالة والفكرة اللي بتقدمها. رقم ثلاثة، بنعمل ملخص الاحداث في حوالي صفحة ونص صفحتين مثلا كده، بنلخص الأحداث وبنكتبها بأسلوبنا جميل، وبعدين نتكلم عن أبرز الشخصيات، إيه الشخصيات الأساسية والشخصيات الهامشية، إيه يا ترى حصلت إمتى وفين، يعني الأحداث الرواية دي حصلت إمتى وفين، ده اسمه الزمان والمكان، بقول حصلت إمتى وبتكلم كده في سطر ونص أو سطرين أو فقرة صغيرة عن الفترة دي، وبرضو زيهم كده فقرة كده عن المكان. خلاص كده، يعني زي كان المكان حارة ولا المكان مثلا حي راقي ولا فين، وده دلالته ايه ونفهم منه ايه وعايز يقول ايه. كمان تاني، المشكلة حصلت امتى، العقدة ذروة الاحداث وصلت فين وتحلت ازاي، وبعد كده بنتكلم عن الحوار والاسلوب اللغوي، واي معلومة احنا بناخدها بنوثقها على طول وبنعمل ايه، بنعملها زي فوت نوت، يعني بنكتبها في الهامش ونكتب المرجع في الاخر ورا. مهم جدا عملية التوثيق. هكون معاكم على الجروب، اي حد عايز يعني يستشيرني في حاجة انا تحت امركم على طول. ودي اول فيديو لينا، لكن انا ممكن اعمل لكم فيديو تاني، او انا ممكن اعمل لكم يعني فويس نوت او اي حاجة على الواتس زي ما انتوا عايزين. المهم كلنا نختار صح ونشتغل صح، وزي ما قلت لكم هنا بقى رواية الموقع اهو، اقدر اخش عليه واعمل داونلود لروايه وابدا احلل فيها زي ما انا عايز. يعني لو دخلت مثلا يعني على روايه مثلا الحصان الاخضر مثلا دي كده عبد الغفار مكاوي، كليك راح ادخل عليها مباشره اهي، بيديني بقى المحتويات بتاعتها اهو زي ما احنا شايفين كده، تكون من كام شابتر، وبص كده مثلا عاوز حاجة، حس انك انت عاوز حاجة دي كده على طول. هنا اسلوب عامي اهو، يبقى تدخلت هنا بقى الاسلوب العامي مع الاسلوب الايه، مع الاسلوب الصحيح. خلاص كده، ونبدأ ناخد اقتباسات وكل الكلام ده كله زي ما احنا عايزين. احنا كنا عملنا نموذج تحليل في المحاضرة اللي هي رقم 9، تبقوا ترجعوا له وهيفيدكم جدا ان شاء الله في الموضوع ده. سعدت بكم جدا وبالتوفيق، وان شاء الله احنا مع بعض، وانا واثق ان انتوا هتعملوا احسن حاجة.